طيب قلوبكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. على حب سيدة نساء العالمين. ثالثا بأعلى أصواتكم. قبل الأبدأ أبلغني الأخ العزيز سماحة السيد الحسني أن هناك إخوان في يعني يتكلموا الفارسي، وأنا أطلب منهم أنه يعني يسمحوا لنا أن نتكلم بعض أرزم عزلات برادرنا فارسي زرهم من شنيدة أز أغيى حسني شما صحبتي على بينا مثل ان شاء الله بعرض معذرت که عربی من ان شاء الله به مجلس خوندم و از خدا ان شاء الله میپرسم که اجر و ثواب ان شاء الله صلی الله علی محمد و آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لا سيما أضعتك من الصديقة المظلومة المقهورة سيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يبريني يحظى بطرف بالدموع ظنيني بين طلوله أرخيت دمعي للضبائل عيني وأنا الذي لم أجزعا لرزيتهم لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما ليس يبعث لظى سجيني. وضغوني
محمد يا ملقا بلا تكفي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حق فاطمة عليها السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. وكنت إذا نظرت إليها انكشفت عني الهموم والأحزان، في هذه الليلة أيها الأحبة نتكلم عن بعض أدوار السيدة فاطمة سلام الله عليها، ومن خلال حياتها حيث أنها كانت منذ أن كانت طفلة كبنت، ومنذ أن أصبحت زوجة، ومنذ أن أصبحت أما، فعبر هذه الأدوار كيف مثلت هذه الصديقة سلام الله عليها النموذج الأكمل للمرأة عبر تاريخ البشرية. أول شيء، لا يخفى أن قضية القدوة في حياتنا قضية أساسية، والآن نحن نعتقد ونرى ونشاهد أنه الدول التي تقدم أو التي تسوق القيم والأفكار والأخلاق إنما تقدمها عبر ما يسمى بالقدوة. القدوة ببساطة هو من يقتدى به ومن يتبع، وهذه من طبيعة الإنسان أنه يدور عن إنسان، خصة بالعمر المبكر الطفولة، يعني الطفل يتأثر بالقدوة، يرى أمه تصلي يصلي معها، يرى أباه مثلا يقوم بعمل معين يتابعه، وتكبر هذه حاجة عند الإنسان، تكبر معه إلى أن يعني يصل إلى مرحلة بحيث هو يستقل أحيانا أو قد يبقى تابعا لقدوات معينة. هذه المسألة لعبت دور كبير في إما أن ترفع من مستوى الإنسان أو تخفض منه، لأنه لا خطأ ولا ضير أنك تتبع شخصية نموذج يتحلى بصفات معينة غير موجودة عندك. هذا معنى القدوة، أنه شخصية فيها صفات وخصائص معينة والآخرين يتبعوها.
هذا لا غير فيه بل جيد. المشكلة أنه حينما تتبع شخصية تحمل قيم هابطة إذا صح التعبير، قيم سلبية يعني، ومن خلالها تسوق كثير من الأشياء، وما ترون اليوم في يعني الأفلام اللي تنتج هنا مثلاً، الأفلام اللي في هوليوود ماذا تنتج للناس؟ تصدر لهم قيم زائفة، قيم منحطة. هذه القيم الآن أصبحت هي تقريباً موضع إعجاب كثير من المسلمين، غير المسلم ما لنا شغل به الآن. كثير من المسلمين والمسلمات اليوم قدوتهم الذي يخرج في الفيلم مثلاً قدوة لهم، ماذا لبس، ماذا أكل، وين سافر، إيش طريقته بالحياة، مهتمين غاية الاهتمام، غاية الاهتمام. شوف مثلاً الآن ما يسوق، لو تقرؤون مجلات الخليجية الآن اللي بيها مثلاً تتعلق بالنساء مثلاً باعتبار موضوعنا عن السيد الزراء عليه السلام وما يتعلق وما نستفيده من هذه الذكرى العطرة. المجلات الموجودة اليوم لو تقرؤون تسوون فد نظرة إلها عامة يشوف أغلبها الدور في مجال ما يسمى بالشكل بالجمال الظاهري للمرأة، يعني تركيز قوي على هذا الجانب، يعني فد صفحات لماعة وبراقة ورق من هذا الصقيل وأموال تبذل لماذا؟ من أجل أن تسوق نماذج منحطة لأبنائنا لبناتنا إن هؤلاء هم القدوات، كيف تلبس وهذه كيف كذا تجلس وهذه كيف تطلع للتسوق وهذه كيف تروح تقضي عطلتها. وهذه تأثرت فينا، أثرت الآن في بعض البلدان الإسلامية، قد لا تتعجب ولا تستغرب أن نشوف واحد مسلم مثلا يمكن يصلي أو ما يصلي ما أدري، المهم مسلم يعيش في بلد إسلامي ويمشي وأجلكم الله الكلب ما تمشي وياه أو بنت تمشي وكلب معها، شيء عادي جدا جدا عادي. وتقول له يقولك ما في شيء. أتذكر قصة جميلة أحد الأشخاص العلماء ينقلها، أحد المبلغين اللي جاءوا إلى أمريكا من القرن الماضي بداية القرن الماضي يقول جئت إلى بعض الولايات فمن قبل يعني الحوزة، يقول لما جئت إلى مكان شفت الناس، قبل ما كان مساجد مثل الآن، يقول فشفت الناس وضعيتها صعبة، يعني طبعا اللحم حلال ما موجود، المساجد ما موجودة، باب أولى كثير يعني ضايعين. يقول فجئت واحد من التجار ضيفني، يقول لما ضيفني فأنا نازل ببيته، فلذ يوم بالليل احتاجت إلى أنه استعمل الحمام مثلا، فنزلت وأنا ظل مكان طفين الأضوية، فوضعت يدي على أساس الدرج يعني، وضعت يدي على شيء يتحرك من تحت يدي، تعجبت، شيء ضخم يعني. يقول تعجبت فأنا خفت لما شفته دققت وإذا بها كلب، أجلكم الله كلب كبير يعني. يقول فمن خوفي وبالليل وجالس من النوم وقعد من فوق للأسفل وصحت لهذا الرجل، قلت له الله يلعن الزمن اللي جابني هنا وجابكم أيضا هنا في البلد، بحيث يقول جلس هو بكل برودة أعصاب قال لي شوش بيها يعني، لأن القرآن الكريم ذكر الكلب، القرآن الكريم ذكر، فأنا جايبه من القرآن الكريم ذكر، قلت له هو ذكر الشيطان أيضا القرآن الكريم، الشيطان هم مذكور بالقرآن الكريم. فشاهد أنه تسويق هذه الأشياء عبر القدوة له دور كبير، ولذلك نحن في هذا المجال أيضا يفترض بنا أن نعطي على الأقل الجيل الصاعد الأبناء الصغار على الأقل أن نعرف كيف ندخل لهم الآن، الطفل والشاب والبنات وأولاد يعني الآن قدوته مثلا يشوف مثلا موفي، قدوته في هذا الموفي فلان مثلا ايرون مان مثلا للأطفال، أو قل له هذا سبايدر مان، يظل في ذهنه الآن يكبر وما يروح من عنده. وهكذا كل زمن إلا شخصيات، شخصية ليس لها واقع. المرأة نفس الشيء، يجيبوا لها مثلا باربي ويجيبون غيرها، بمرور الزمن تدخل في عمق هذه القضية، تدخل إلى الشعور، فيبقى الإنسان يتحرك يتعامل مع الآخرين، طريقة كلامه طريقة كله على ضوء ما عنده ما اختزنه في طفولته من قيم. والشيء الخطير أنه كانت قيم زائفة، قيم منحطة. فلذلك الآن الإعلام دوره من أهم أدوار الإعلام أنه يصنع
يصنع القدوات. دور الإعلام صناعة شخصيات لا أساس لها ولا قيمة لها. مثل الواحد مغني مثلا، ما هي قيمته بحساب الحضاري؟ يعني شنو قيمته؟ يعني صح يسموه فنان يسموه كذا، لكن قيمته كإنسان يعني لما تجي تحلل تقرأ هذه النصوص اللي يقرأها لا تجد فيها شيء ينفع البشرية وينفع الأخلاق وينفع، بالعكس فيها شيء يدمر البشرية. لكن هذا شوف كلماته والناس الفيورز اللي عنده باليوتيوب بالملايين بالملايين. شوف محاضرة الآن، أي محاضرة، أكبر واحد الآن شخصية دينية وكذا، لو مهما كان شوف الفيورز اللي عنده كم واحد ولا شيء، كلش جاوزون، خلي 20,000 واحد، خلي 15,000 مثلا، هذا كثير. وإلا البعض لو يشوفون ما يتجاوزون 200، حتى من المشاهير شخصيات 200 واحد مباوية بس. ليش؟ لأنه العقل صار يشتغل باتجاه آخر. من هنا نحن ليس لنقص في قدواتنا، عندنا قدوات ما شاء الله في يعني أهل البيت صلوات الله عليهم، 14 معصوم، كل معصوم عنده في ولادة، نعم، وفي وفاة ما عدا الإمام المهدي سلام الله عليه. فهذه مناسبات ضخمة وغنية جدا، بإمكاننا أن نوظفها ونخدم ونقدمها لأبنائنا بحيث هذا الإبن يتأثر بهم، لكن بالطريقة اللي نحن نحسن أن ندخل إليه وإلى عقله وإلى لاوعيه، ندخل إلى أهل البيت بطريقة يعشقهم ويحبهم. من هنا نحن نشعر بأنه هذه الذكريات ومناسبات أهل البيت سلام الله عليهم جدا ضرورية، خصوصا الجيل الذي نشأ في هذه البلاد بالذات. ندخل إلى أدوار اللي قامت بها السيدة فاطمة عليه السلام وكيف بدأت. في البدايات يوم كانت في مكة كانت بنتا، نحن اعتدنا إلى يعني اليوم هالشكل الطريقة، يعني أنا البنت وهي صغيرة تدلل، يوفر لها كل شيء، يعني تكون في بحبوحة من العيش إلى حد ما وحالة من الدلال، تهيئ إلى عالم اسمه عالم المدرسة، تتعلم تدرس يعني تخلص مدرسة وجامعة وبس، ما مهيئة إلى ما بعد هذا، لم تهيئ إلى ما هو الهدف من خلقتها، ما هو دورها كامرأة في المجتمع. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من خلال الزهراء عليه السلام يقدم نموذج، الإسلام يقدم نموذج. الزهراء عليه السلام رغم أنها طفلة، رغم طفولتها الغضة الطرية البريئة، ولكن كانت روحها مثقلة بالمسؤولية رغم عمرها الصغير، تعرف ماذا يجري من حولها، تعرف الآن كثير من الأطفال ما يشوفوا الدنيا أصلا، ما يعرفون شيء أصلا، أخبار تصير مثلا ماذا يجري في العالم ما له علاقة به، عالمه الخاص هو يلعب ويروح المدرسة وبس. أما يعرف الشيء مثل أنت جاي من خلفية معينة، جاي من بلد معين، هذا البلد تاريخه ما هو، شنو هو حضارتك ما هي، لأن هذا يجعله يشعر بالاعتزاز ويشعر بأنه لم يأتي من فراغ، مثل ما يقول هنا from nowhere، جاء من مكان، جاء من حضارة، حتى لا يشعر بالاعتزاز حينما يكبر ويواجه أسئلة وإشكالات يقول لا والله هم ذول صحيح، ما عدنا شيء، عدنا إحنا كنا نأكل الجراد بالجزيرة العربية بس، هكذا يقول باعتبار العرب هالشكل كان قبل. لا أنت بعد، نعم قبل الإسلام هذا صح، ولكن بعد الإسلام، الإسلام جاء وجعل أخرج هذه الأمة أخراج جديد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجها أخراج جديد، صنعها صناعة جديدة، نفس الأمة نفس العناصر، ولكن المخرج كان والقيم على هذه التجربة كان إنسان عنده طبعا مسدد بالوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جهة أخرى كان عنده الطريقة وعنده الآليات لإخراجها، مو جابها الشكل يعني خبطها خبطة طلعهم أمة أخرجت الناس، وإنما أدخلهم ضمن آليات معينة واستطاع أن يوظف عناصر القوة اللي كانت ميتة أو نائمة أو جامدة أو مغطاة فيهم طلعها. وهذا جدا مهم، يعني بلال الحبشي مثلا، بلال ماذا كان بالجاهلية ثم جاء الإسلام، وإذا بلال شخصية مهمة صار بالإسلام، أخرج الإسلام ما عنده من عناصر القوة ومن عناصر نعم العزة، أنه أنت صح حتى لو أنت عبد
ولكن أنت عندك عزة وعندك إمكانية أن تكون عزيز. اطلع يا بلال وتكلم ونطقت هذه الكلمات اللي نطقها وهي أحد أحد، ليتحدى بها جبروت قوة كانت عظمى ذات اليوم، مو نتصور يعني مجرد أمية من خلف أو فلان أو فلان، قوة عظمى. وقف وشعر بكرامته، أعاد إليه الإسلام كرامته، فمات من مستعد أن يموت من دونها. إذا الإنسان ما يملك هذه الآلية أو ما عنده هذا الشعور فليرضى بكل شيء، المهم أنه يشبع بطنه مو مشكلة، خلي ينسى ينضرب ينهان. جاء الإسلام ليعطي لفاطمة عليه السلام وليقدم نموذج عبرة فاطمة سلام الله عليها لكل البنات لكل الأجيال، أنه البنت أو الابن نفس الشيء لابد أن يعيش ويحمل هذه الروح منذ الصغر، وأن يكون مهيئ فص البنت تكون مهيئة إلى يوم تشعر وتحمل مسؤولية. مو معقول الآن كثير من النساء أو البنات تخلص مدرسة وتدرس وكذا، وإذا تصل إلى مستوى سن الزواج تتزوج ولم تتهيأ لهذه اللحظة أبدا، لم ما يتكلم لا الأب ولا الأم عن هذه اللحظة، إنه الزواج يصون قضية بيولوجية، يعني مجرد قضية عادي، يعني إنسان يكبر ويتزوج بعدين الطلاق، هذا ما يجري الآن، لأن البنت ما مهيئة إلى أن تحمل شعور بمسؤولية. هذه مشكلة كبيرة، ولذلك على الأهل وعلى من يريد أن يجعل من فاطمة عليه السلام قدوة إلى أن يشعر. تدرون الآن كثير من الآباء، يعني الغالبية العظمى، لمعزة بنته عنده مستعد أنه يعصي الله عز وجل ويعصي كل شيء ويتعارك ويقاطع الأقارب على مود مثل أولاده، كل واحد يحب أبنائه. فاطمة عليه السلام لما نزل قوله تعالى لا تجعلوا دعاءكم كذا للرسول كدعاء بعضكم لبعض، جاءت إلى النبي، طبعا كان يجول النبي بدو بسوء أدب، يعني يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه وآله فيتعاملون بكل يعني بكل فظاظة وبكل غلظة مع النبي، فالله كان ينزل يتدخل يأدبهم إنه لت مو مثل ما واحد منكم يعني مو إنسان عادي النبي حتى تقول يا محمد، فنادوه يعني يا رسول الله. بعد نزول الآية الكريمة تقول بعض الروايات جاءت فاطمة وقالت يا رسول الله، يعني مو يا أبي أو يا أبا أو يا أبتي، يا رسول الله. فالنبي التفت إليها وأخذ، كانت طفلة صغيرة طبعا، أخذ يقبلها في مكة القضية، قال بني هذه نزلت في هؤلاء الأجلاء في الأعراب، أنت ما مشمولة بهذا، أنت ثمرة فؤادي، أنت ابنتي، أنت عايشة بالبيت معي، أنت روحي التي بين جنبي، تريد تشعر أنه هي أيضا تبين أنه هي القانون يجري عليها كما جرى على غيرها، بما أنه نزلت آية في طريقة تعلمهم كيف نتعامل مع النبي، تقول هذه الآية يمكن أن مشمولة بها، أنا الآن يمكن أيضا لازم أخاطب النبي بطريقة أخرى. فإلى أن النبي بيّن لها أن القضية لا تشملك. زين، كثير من البنات الآن مو بنت نبي، بنت إنسان عادي، تشعر أنه القانون على غيرها مو عليها، أنه الآن سبيشل، أنا سبيشل، هنا بالإنجليزي يقولون هذا ما يشمل لي أنا. بنت النبي وهي طفلة صغيرة في مكة تعلم أنه القانون، وهذا هو الفرق، هذا اللي خلى الإسلام يدخل إلى القلوب، أنه الآن القوانين الوضعية كلها مع أنه الادعاءات موجودة، لكن يبقى هذا ابن الرئيس وهذا أقاربه وذاك في وجاه، يعني في جاه وجهيات كما يقول، لكن القانون الإسلامي لا يعرف هذا، لا يعرف شيء من هذا القبيل. ما عند القانون الإسلامي أبو لهب عم النبي، أبو لهب اللي هو أقرب الناس إلى النبي، نزل القرآن يذم سورة كاملة تذمه وتذم زوجته، وجاء أدخل الإسلام سلمان، كانت مودة سلمان اللهم رحما وليس بين نوح وابنه رحمه. سلمان اللي كان من آخر الدنيا جاي ورجل لا عربي ولا مسلم كان، ودخل وجعله النبي من أهل البيت، سلمان من أهل البيت. فإذا لا فرق، الإسلام مقياسه هذا، ولهذا دخل القلوب الناس اللي جايين من
من مختلف الأقوام ومختلف الألوان والأعراق دخلوا لأنه قريب إلى فطرتهم وإلى قلوبهم. فهي طفلة سلام الله عليها كانت تشعر وتعي بما يجري من حولها. هذا جدا مهم الآن في عالم التربية الآن في زماننا هذا، أن يعرف الأبناء على الأقل مستوى قليل، على الأقل مستوى الحد الأدنى يعني، يعرفون ماذا يجري من حولهم. يعني مو بس البنت خلص بنت المدللة هذه أو الابن مدلل إلى أن يكبر وبعدين يتعلم. لا، لماذا لا يتعلم الآن؟ يعلموا أهل بعض ماذا يعني، كيف يتعامل مع الآخرين، يعلمون الحياة فيها خير وفيها شر، الحياة فيها مر وفيها حلو. حتى في يوم من الأيام إذا انصدم وإذا شاف الأمور ما تمشي مثل ما هو يعجبه لا ينصدم. اليوم تدرون المجتمع الغربي كثير من الشباب الذين يصلون إلى الجامعات يصلون إلى حالات من اليأس من الدنيا، حتى تكون النسبة تقريبا أكثر المنتحرين بهالعمر، هذا أكثر المنتحرين هنا في بلاد الغرب في عمر الكالج والجامعة، هذا أكثر شيء. زين، لماذا؟ لأن هذا كان عايش مأمن كل شيء له مع الأهل مرة واحدة، وإذا يفتح عينه 17 سنة 16 سنة 18 سنة الأهل يتخلون عنه، يطلع وحده يعيش وحده، لا علاقات اجتماعية، لا عنده فد بعد وعنده زاد روحي وأخلاقي حتى يعصم نفسه، يتركوه كالريش في مهب الرياح تأخذه يمينا وشمالا، فيشعر بالإحباط ويشعر بالمشاكل النفسية التي لا حدود لها في بلاد الغرب. لاحظوا حتى بالشرق الآن جاي يصير، لأنه نفس البلاء جاي ينزل يأتي إلينا. بينما لو كان عارف وهو صغير أنه يا ابني أو يا بنتي أن الحياة بها حلو بها مر، الحياة بها شر وبها خير، الحياة مو دائما على وتيرة واحدة، يوم لك ويوم عليك، يتهيأ من الصغر يكون عنده شيء من الوعي. وأنتم اللي تقرون سيرة أهل البيت سلام الله عليهم كان عندهم وعي بهذا، عندهم صغارهم عندهم الوعي وكبارهم كذلك. فإذا يبدأون مع أبنائهم منذ الصغر، وكانت فاطمة عليه السلام ليست خارج هذه القانون يعني خارج الدائرة، بدأت مع النبي وهي طفلة صغيرة، بل شعرت اللي هي بحاجة إلى حنان أمها بعد أن فقدت أمها، صارت مو هي بحاجة للحنان بس، صارت تعطي الحنان لرسول الله وتعطي الاهتمام برسول الله، حتى أنه كانت الإمام علي عليه السلام كما ذكرت هذه الكلمات كانت مصدر سعادة للإمام. وهي ننتقل منها للنقطة الثانية. النقطة الثانية حينما كانت زوجة، إحنا قلنا أنه لما البنت تهيئ لهذا اليوم للمرحلة هذه بعد ما تكبر عادة يكون الزواج ناجح عادة، لأنها متهيئة للحظة ما عندها مشكلة. يقال أن امرأة سألوها ماذا أوصيتي، أعتقد مرة صار مسابقة في بعض الدول يمكن في السعودية مسابقة لملكة جمال الأخلاق، يمكن سامعين فيها بعض الإخوان، ملكة جمال الأخلاق، أنه امرأة تعلم ابنتها وسألوها أنت كيف يعني ماذا كيف صارت هاي ملكة جمال، قالت إن أمي هيئتني وعلمتني بحيث أنا لم أحتاج بعد، لم أحتاج إلى أن أسألها عن شيء، أنا يعني عارفة ماذا سيجري في مستقبل حياتي، عارفة ماذا سوف أفعل بحيث تواجهني مشكلة مع زوج مع أبناء مع مشاكل اجتماعية، أعرف الحل لأنني تعلمته منذ زمان بعيد. زين، فجاءت فاطمة إلى بيت الزوجية سلام الله عليها، يرسم الإمام سلام الله عليه وهي ترسم أيضا قواعد النجاح في الحياة الزوجية، وهذا شيء جدا مهم. اليوم كثير من الأسر تعاني الفشل، يعني تعيشي حياة شوفها بعض الناس يسأل يقول شلون إن شاء الله مرتاح، يقول عايشين يعني مجبورين يعني، وبعض الناس تاي يقول الحمد لله عايشين بنعمة، شوف تشعر من عنده إنه مرتاح. هذا واحد يقول مرة سأله صاحبه قال له شلونك هالأيام، قال له والله أنا عايش بجنة، قال له شلون، قال له زوجتي مسافرة هالأيام. شايف لما تصل الأمور إلى أنه الإنسان لما زوجته سافر يصير في جنة، يعني أدري شلون حياة هذه عايشين. فبعضهم يقول خلاص عايشين بعد شو نسوي يعني، هذا قدرنا. ويمكن بعضهم يستحي مثلا يطلق أو ينفصل، هذا يستحي، والبعض لا، في المجتمعات الغربية عندنا ما في مشكلة. فأن تكون الزوجة زوجة ناجحة
تتعلم من طبعا الزوجة المسلمة يعني نتكلم احنا أن تتعلم من فاطمة عليه السلام كيف كان هذا البيت ناجح. الإمام سلام الله عليه يبين بعض النقاط المهمة، يقول يبين هذه النقاط المهمة. أول شيء أنه والله ما أغضبتها يوما، ما في يوم خليتها أغيظها. يعني بعض الناس تدري أنت يدخل البيت متأذي، بعض الأزواج يطلع القضاء والمضى، يطلع الحرقة كلها بالمرأة. افترض الصايم مثلا والدنيا حارة، يجي البيت الأكل ما عجبه، يظل يتكلم يسيب يمكن كذا يغضبها. زين يقول أنا ما أغضبتها يوم من الأيام، زين ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. هذه من قواعد العيش، سعادة البيت الأسرة، هاي من القواعد. ما يكره على شيء، ما أذى يعني إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ما يخليها شكل يعضلها ويأذيها والله شنو، لأنه مثلا فتقضي يسد البيت. إذا عاش بس مجرد عاطفة فز يعني يعطف عليها بخط مسكينة ما عدا حد خليها أدري بالي عليها، قد لا يستمر، قد في يوم تصير مشكلة تتراكم مشاكل، العاطفة تروح ما تبقى دائما. الذي يبقى الله تعالى أقام البيت الزوجة على أساس ماذا؟ مودة ورحمة، محبة. إذا في مودة في البيت، المودة تصير زاد لهم، تنطيهم دائما تجديد في حياتهم. أما عاطف يعطف عليها يعني خلاص يعني بعد مسكينة هذه وخلاص شو تسوي؟ هذه في يوم من الأيام تتراكم مشاكل وتصير كلمة من هناك كلمة من هناك، بعدين تعلق بالقوت العراقيين. هذه مشكلة. فلذلك لا يجبرها على شيء، لا يغضبها، يغيظها بكلمة بموقف. أيضا هي سلام الله عليها يقول أيضا ما أغضبتني يوم من الأيام ولا عصت لي أمرا. مو إنه والله أنت شنو تأمرني أنت كذا، لا ما عصت لي أمرا، وكانت تحرص على أن تجعل من البيت واحة. يقول إذا نظرت إليها وأنا في حالة من الألم والهموم والأحزان، يقول كنت أشعر بالسعادة، إذا نظرت إلى وجهها ذهبت عني الهموم والأحزان. هذه سعادة كبيرة، نعمة كبيرة. حتى بعض الروايات تقول حتى في أيام مصيبتها سلام الله عليها بعد ما جرى عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما كانت تشكو لأمير المؤمنين عليه السلام، ما كانت تشكو له. يسألها الإمام ما تقول له أنا متألمة، وهي متألمة طبعا، زين ما تشكو له أبدا. لكن في عندنا نموذج من النساء يسموها الونانة، تون حتى لو ما بيها شيء بس يجي الزوج تسوي نفسها مريضة حتى تستعطفها يعني حتى تأخذ زين. طبعا هذا البيت يكون إنسان دائما بر، واحد يحب يعيش برا خارج البيت، يعرف في مشكلة عنده بيته. في ناس يفضل الساعات أحلى الساعات عندما يكون مع أصدقائه مو بالبيت، بينما البيت هو الأولى هو الأساس. البيت واحة السعادة للإنسان، متى ما شعر أنه مرتاح مع أصدقاء أكثر إذن في شيء غلط، في شيء خلل. والمرأة مسؤولة والزوج مسؤول. طبعا قد الزوج ما ينجرع وقد الزوجة ما تنجرع. فلذلك الإمام سلام الله عليه يرسم قواعد العيش السعيد في البيت. وهي سلام الله عليها أيضا في وصيتها تقول يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا عصيت لك أمرا. تبين أيضا قواعد السعادة في البيت، أنه الإنسان كيف يكون بيته فعلا واحة وجنة صغيرة، جنة مصغرة على الأرض. حينما طبعا حاش الزهراء عليه السلام، هو الإمام يقول لها أنت أجل وأنت أتقى وأبر من أن أوبخك بمخالفتي. لكن تريد تبين للمرأة المسلمة إذا أردت أن يكون بيتك بيت سعادة وبيت هناء، أن تعرفي على أي شيء تقيمين هذا البيت. الآن هواي من النسوان الزوجة ما يدرى ليش زوجة، ما يدرى حقيقة، ما يدرى ليش تزوج، ما يدرى خلاص حتى الزوجة والناس حين نتزوج. المرأة تتزوج حتى تحقق، يقولون سعادة الإنسان سعادته تأتي من أين؟ حينما يحقق ما يصبو إليه، ما يصبو إلى الإنسان. عنده حاجات الإنسان، سواء حاجة جسدية أو حاجة نفسية، يعني من حاجة العاطفة، حاجات الموجود معروفة. إذا أشبع هذه الحاجات شعر بالسعادة، شعر بالسعادة. المرأة
إذا تتزوج قد أحيانا ورا شهرين ثلاثة سنة تسأله سعيدة أنت تقول لا والله ما مرتاحين، ليش ما مرتاحين؟ ممكن كانت قبل مثلا الزواج تقول إن شاء الله نتزوج نرتاح، ما حققت ما تصبو إليه. الحاجات هاي المعروفة هو أشبعت، وإذا أشبعت يعني هاي السعادة كل شيء بالدنيا؟ لا، أن يكون لها دور في الحياة. إذا متى ما استطاعت من خلال الزواج أن تحقق وجودها وشخصيتها ودورها فهي سعيدة، ومتى ما لم يحقق لها الزواج ذلك فهي تعيسة. بعض النساء وهي مو سعيدة تعيسات يعني، رغم عندهم أطفال وفلوس عندهم أموال وما أكثرهم يعني، ما أكثرهم زين. فرد يوم واحد من الخلفاء سألوه قالوا له جابوا له عن قضية يعني النساء والزواج وكذا وسعادة البيت، قال له وليس كل الناس سعيدين يعني، وهذا يبين أنه هو ما كان مرتاح، ليس كل الناس سعيد، فيبرر نفسه أنه العام الأغلب هو غير مرتاحين في حياتهم. حينما كانت الزوجة سلام الله عليها هذا البيت أول معالمه أن كان يقوم على أساس التعاون. واحد من البيت ما يقدر يشتغل، المرأة واحدة تطبخ وتربي وتقوم بالخدمات كلها وتطلع وتجيب الأطفال المدرسة تدفع البلات إلى آخره، إلى فترة معينة بعدين تتعب. لا بد يكون تنسيق وتعاون. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أول ما دخلت فاطمة إلى بيته صار اتفاق بيناتهم، اكفني ما وراء الباب وأنا أكفيك ما داخل البيت، يعني أنا أقوم بشؤون المرأة اللي تقوم بها عادة من طبخ ومن عجن ومن خبز إلى آخره حسب ذاك الزمان، وهو يقوم بالدور الخارجي يعني رجل يطلع على عمله ويجلب لهم الرزق زين، ويقوم بالأشياء التي خارج البيت، وكان يعينها في بعض الحالات على شغلها أيضا، لا ضيف في ذلك، يعينها على شغلها في البيت إذا كانت تعبانة طبعا ومراقة يقوم بإعانتها. هذا البيت أول شيء من أساسيات نجاحه أنه كان متعاون، والبيت عندنا مثل يقول قوم التعاونت ما ذلت. حقيقة البيت يعني الأم الآن حقيقة الله يسعد من الأمهات، أنا الأم الآن الأولاد بعد حياة مترفة هي الملابس يشمرها منا ومنا مثلا ما يدير بال إذا ما عون يأكله مثل ما يغسله ما يشيله أكثر، يعني شايف وايد حالات زين، والأم تتعب إلى متى؟ بينما يتعاونون الابن يتعاون البنت تتعاون الزوج يتعاون ذا يقدر. البيت اللي بيتعاون بيت ناجح. ثانيا من مقومات نجاح هذا البيت الزوجي ألا يكون فيه توقعات، يعني ما يتوقع الإنسان يخلي أشياء خيالية في ذهنه إنه أنا جاي إلى بيت متزوج وإن شاء الله راح يصير هذا البيت ما شاء الله قصر الملك، لا قد يكون هذا البيت بسيط ولا يحوي على شيء من المتاع ومن الحطام إلا القليل، ولكن السعادة تعبق من بين جوانبه كما كان بيت فاطمة سلام الله عليها. ما في شيء يعني البيت اللي من ناحية مادية ليس فيه شيء، يقول المؤرخون كان جهاز فاطمة سلام الله عليها هو مهرها كله 480 درهم أو 500 درهم من الفضة، الثلث هذا ما عنده للوليمة وثلث للطيب وثلث للجهاز، إذن كم هو قليل يعني، كم هو قليل، ولهذا يذكرون مذكور يعني بالكتب جلد كبش وفراش من يعني فراش بسيط ومحشوب الليف ليف النخل ومخدة أيضا من الليف حشوها من الليف وكوء جرة من الماء، والإمام جعل خشبة وحبل فيهما حتى يخلوا الملابس عليه. هذا هو أبسط بيت في تاريخ الدنيا كلها، يمكن بيت بسيط ولكنه بيت مفعم بالسعادة، بيت مملوء بركة، مملوء هذا البيت بالبركة بحيث طالما كان النبي يدخل البيت هذا ويدخل الإمام علي سلام الله عليه ويشوف هذا البيت يطوي على ليالي على الجوع، أليست هي ابنة من ربط حجر المجاعة على بطنه؟ هي من أين تتعلم البنت؟ من أبيها من أمها. يدخل إلى البيت كما يروي ابن شهر أشوب يقول دخل يوم الأيام
النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فاطمة وقد اصفر لونها من الألم والجوع طبعا. زين أيام كان شديد على المسلمين، فدعا الله عز وجل قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، دعا لهم دعاء، ثم اتجهت فاطمة سلام الله عليها إلى محرابها تصلي وقالت اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، أنت أنزلت المواد على بني إسرائيل وقد كفروا بنعمك ونحن نشكر هذه النعم ونقدرها. فالله تعالى أعطاهم، وليس غريب على الله عز وجل، ليس بعيد على الله، أنزل إليهم طعاما طبقا من السماء كانت تفوح منه روائح المسك، فجاءت به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يعرف أنه ما عندهم أكل كان. قال من أين؟ فرفع النبي يديه إلى السماء وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني ابنة كما رزق مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. هذا البيت الذي هذه البركة اللي فيه، هذا البيت الذي ما كان يعني كما ذكرت أمس، كان الإمام يأتي إلى البيت وكان أحيانا ليس عندهم شيء، ما عندهم شيء، يقول لم لا أخبرتني يا فاطمة؟ تقول له إن أبي أمرني أن لا أكلفك فوق طاقتك، ما في ما عندنا خلاص، عيش هالشكل، ما في توقعات، بيت يقبل البساطة، إذا أكو موجود، ما أكو خلاص، ما تنقلب الدنيا. الآن بعض النسوان لا الزوج ما عنده فلوس ما عنده شغل، يبتلي حقيقة، يبتلي مشكلة، ما عندك ليش زوجت؟ لماذا زوجت؟ روح دور شغل، واحد دور ما لقى مثلا، أو أصيب بمشكلة ما عنده قابلية مثلا صحية أو غير ذلك. هو الإنسان ده ما يتحمل ما يتعاون مع الثاني، واحد مع الثاني كيف تمشي الحياة؟ كيف تمشي؟ فلا بد أن يتعلم الإنسان من هاي دروس لنا جميعا، دروس في حياتنا. اليوم كثير من الأسر، كثير من العوائل مع الأسف تفشل بسبب أشياء بسيطة، يعني ما أعتقد أكو الآن أسباب جوهرية للطلاق والانفصال، في معظم الحالات طبعا، في معظم الحالات شيء ما يسوى، شيء بسيط يعني على مود أشياء مادية لا أكثر. إذا بنيت الحياة على الماديات وشعر الزوجان أنه الماديات هي كل شيء، البيت اللي بيه سيارة بالباب آخر موديل وبيه مدري كذا وحساب بالبنك، هي هاي السعادة، مشتبهين هؤلاء حقيقة، مشتبهين، لأنهم، ونحن لا نقول هذا من باب أنه استهلاك، يعني انظروا الآن الناس اللي عندهم هذه الأشياء ما عندهم سعادة. السعادة مو بهذا، السعادة إذا كان الزوجان يعيشان حياتهم على ما هي عليه، مو واحد يمثل على الثاني، مو واحد يعيش للثاني، نعم يحاول أن يظهر نفسه بشيء وهو ما عنده، يعني يتدين يقترض من هنا من هنا حتى يجيب يثبت للناس أنه أنا ترى عندي، لا هذا وضعي مثل ما هو، أنا الآن هذه إمكانيتي، تقبلون بهذه الإمكانية أو ما تقبلون من أول مرة. حينما كانت فاطمة عليه السلام في هذا البيت كانت قد أنجبت أفضل الأبناء في تاريخ الدنيا، أفضل أبناء وأفضل مدرسة، كانت تخرج ذرية طيبة صالحة، كان هذا البيت الصغير. يقول الإمام عليه السلام الله عليه في رسالة له إلى معاوية، يقول ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب، منكم أم جميل زوجة أبو له، زين، ومنا سيدة شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، أبناء عقبة بن أبي معيط، صبية النار لمن جابوا يوم بدر ليضربوا عنقه، قال له للنبي من للصبية؟ قال لهم النار، لهم جهنم، أولاده فعلا مثل الوليد وغيره، هم على خط أبيهم. فمنا خير نساء العالمين، أفضل النساء في هذا البيت المبارك اللي به الحسن والحسين سلام الله عليهما، فيه زينب، وتعلموا من أمهم هذه الجرأة، هذه الشجاعة، هذه البطولة، هذه البسالة اللي عندهم، تعلموها من فاطمة ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنهم ارتضعوها منذ صغرهم. ثم المرحلة الأخيرة اللي هي كما أشرت مرحلة أنها كانت أما بمعنى الكلمة، والأم، الأم أساس كل شيء يسمى أم، مكة أم القرى، نعم، الأمي يقال هذا أمي، يعني تعليم الأم، الإنسان بعد ما راح مدرسة فتعليمه من أمه، عاد بعد على الطبيعة، الأم
الأم هي الأساس، ولهذا يقول الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الأم ذا هي شلون ما ينشأ الطفل، شلون ما وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وأمه، طبعا ينشأ في هذا البيت. كانت أم وكانت مربية وكانت مسؤولة. الأم والمربي دائما يحسب حساب لكلماته لمواقفه لكل شيء، مو شكل جيب الطفل زرع الله بأرض الله خلاص، شو ما ينشأ ينشأ، يكبر يتعلم من التلفزيون، من أصدقائه، من المدرسة. لا، الأم تحسب حساب لكل خطوة، لكل شيء، لما تتكلم، لما تضحك، لما تتمشي، لما تخرج، كل شيء الطفل يرصده ويختزنه وهو صغير. صح احنا نصوره ما يفهم، لكنه يفهم الطفل وهو عمره يوم واحد يفهم ويختزن الصور. ولهذا عندنا روايات انه اذا كان الطفل في الفراش او في السرير الى جانب امه وابيه ما لازم يكون بينهم العلاقه المعروفه، وفي الغرفه طفل يراهما حتى لو عمره يوم واحد. قد تعجب هذا كيف يفهم انه يختزن هذه الصور في لا شعوره، فاذا كبر يبدا يفسر هذه الصور، يفتح الشفرات مالتها، وسوف يؤثر عليه. طبعا يؤثر عليه، يفهم الطفل. قد واحد يقول هذا طفل صغير، هذا جاهل بالعراق، يقول جاهل هذا، بعد يحكي اللي عجبه، يتكلم اللي عجبه. لا، الام بالذات لها اكبر الدور، وبالذات في هذا الزمن الام هي التي تطلع لك ابن نافع وانسان ناجح في الحياه، او يطلع انسان فاشل اذا اردت ان تنظر. ولهذا يقولون الان وراء كل عظيم امراه، فعلا هذا هو صحيح، ان كل انسان اذا اردت ان تنظر من اللي وراء قد الناجحين، يعني تجد وراء ام كانت دافع وتكافح وتنافع. تصور لما الحسن والحسين سلام الله عليهما ينظران الى امهما فاطمه وهي في حاله من المرض، في حاله من النحول، في حاله من الضعف، تطلع كاللبوه الجريحه، تقف على جمع من المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسجل موقف لكل الاجيال ولكل التاريخ. كيف يتعلموا هالموقف هذا؟ طبعا هذا ياثر بهم وهما صغار ذاك اليوم، صغار في العمر، 5 سنوات. تقف ودخلت الى القوم عن طريق قضيه فدك كما تعرف، ولست في مقام ذكرها الان. دخلت عن طريق فدك لانها قضيه مشروعه وهو ارث معروف، لما نزل قوله تعالى واتي ذي القربى حقه، فنزل جبرائيل يقول ان الله يامرك ان تعطي فدكا لفاطمه، باعتبار ان امها قدمت كل ما عندها للاسلام، وهذا جزاء بسيط، طبعا جزاء بسيط لاتعاب خديجه ان تعطي فدك لفاطمه. على كل حال اخذت فدك بما فيها من املاك، ولكن جعلت منها مدخل لقضيتها سلام الله عليها، وخطبت الخطبه المعروفه الفدكيه. هي كانت مدخل الى قضيه الامام سلام الله عليها، جعلتها مدخل. والا الامام يقول في رساله له الى عثمان بن حنيف: وما اصنع من فدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدت تنقطع في ظلمته اثارها. ماذا تصنع ان تنفعني فدك انا؟ ولكن هي قضيه عادله مشروعه، القوم كانوا يعرفون انه اذا طلبت فدك اليوم غدا تاتي وتخطب وتطالب بالامامه، فاغلق الملف من اول. وكما قال ابن ابي الحديد يقول: قرات على استاذي قلت ما ضرهم لو اعطوا فدكا لفاطمه، ماذا يمنعهم؟ شنو قيمتها؟ قال نفس الشيء، قال له: اذا طالبت بفدك اليوم واعطوها تاتي اليهم يوم غد وتطالب بالخلافه بعد ما عندهم حجه. فلهذا اقطع الطريق عليها من اول. ولما شاف الانسان مظلوم، المظلوم عنده خيارين، اما انه يواجه وياخذ ظلامته، واذا ما استطاع ان يسوي شيء على الاقل يسجل الموقف، على الاقل هو ما يسكت. المظلوم لصاحب الحق مقاله، يتكلم. ما عند فاطمة عليه السلام من وسائل إلا هذه، خطبت في الناس، بيّنت لهم. وبأي طريقة لما طلعت للمسلمين يقول: خرجت لافت خمارها بمنتهى الصون والحجاب. لا تقول النسوان اليوم والله اليوم شلون بعد الحياة تغيرت وأنا تروح للجامعة، لا، تطلع على ملأ من القوم. وفاطمة مو إنسان عادية، مو إنسان، مو هي متعلمة تطلع برا دائما شيء، في منتهى الصون والحجاب، لكنه لما طلب موقف منها ان تخرج خرجت بمنتهى نيطت دونها ملاءة مثل فردة يعني.
خلوا ستار ثم تكلم. بس أول ما نطقت أجهش القوم بالبكاء. ليش؟ لأن كانت فاطمة شبيهة رسول الله، ممن يشبه رسول الله يشبهه شبه كامل فاطمة سلام الله عليها، علي الأكبر مثلا، بعض أهل البيت يشبهون فاطمة عليه السلام شبه كامل. كانت مشيتها ما تخرم مشية رسول الله. الصحابة ذكرتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضج كل الحضور بالبكاء، سجلت الموقف ورجعت إلى بيتها منطوية على آلامها حزينة. بعد عندها شيء فاطمة؟ نعم عندها شيء، عندها أنها الوصية، أن توصي بوصية تبقى مدى، يعني تبقى برسم الأجيال، لما تمر الأجيال تسأل أين قبر فاطمة؟ لماذا البنت الوحيدة لرسول الله لا قبر لها؟ هذا درس برسم كل الأجيال. أوصت الإمام سلام الله عليه بأن يدفنها ليلا إذا نامت العيون وإذا هدأت الأصوات. والإمام فعلا سلام الله عليه، الإمام لما قضت فاطمة نحبها، طبعا يقولون في الروايات أنه فاطمة سلام الله كانت متهيئة إلى اللحظة، النبي أخبرها بذلك، متهيئة إلى اللحظة هذه. دخلت إلى حجرتها، أسماء كانت جالسة في البيت، قالت لها يا أسماء أنا راح أدخل. طبعا تطهرت، يعني اغتسلت ثم لبست أفضل ثيابها، تطيبت مستعدة للقاء الله وإلى لقاء بها رسول الله. دخلت إلى الحجرة، قالت يا أسماء راح أدخل حجرتي بعد قليل، ناديني إن أجبتك فبها، وإلا فاعلمي أني لاحقة بأبي رسول الله. بعد قليل نادتها يا بنت رسول الله، لم تجبها. يا بنت خير من وطأ الحصى، ما في جواب. بعد قليل أيضا دخلت عليها، وإذا حركتها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا، بينها هي كذلك، وإذا بحسن وحسين يدخلان. أسماء أين أمنا فاطمة؟ بعضهم يقول قالت لهم إنها نائمة، بعض يقول لا، أخبرتهم بالحقيقة. دخلا عندها، أول ما شافوها ألقيا بأن بنفسيهما عليها، الحسن عند رجلها، الحسين عند رأسها. أما فاطمة كلميني قبل أن ينصدع قلبي. الحسين يقول أما كلميني أنا عزيزك الحسين، ولكن لا جواب. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الدار، لما رأى فاطمة صاح بمن العزاء يا رسول الله، كنت أتعزى بك بفاطمة بعد رسول الله، لكن اليوم بمن العزاء؟ حملها على وصيتها ليلا مجموعة قليل، عمار وأبو ذر وسلمان. قال يا عم يا أبا ذر أعني على حمل فاطمة. البعض السائل يقول هل أن عليا عجز عن حمل فاطمة؟ قال أبو خيبر يقول لشدة المصاب الذي حدده والذي آلم. المهم حملها إلى ملحودة قبرها المضيع المخفي، أنزلها في قبرها وجلس على شفير القبر. المن يعزي؟ المن يتكلم؟ تكلم مع النبي، مع رسول الله. قال يا رسول الله السلام عليك، يا رسول الله أعني وعن ابنتك وحبيبتك والبائتة الليل في جوارك. عز يا رسول الله على صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي. يا رسول الله سلم فاطمة، ترى قلبها مملوء آلام. يا رسول الله احفها السؤال واستخبر الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وبعد يا رسول الله وجلبي show.
الشم وسقط محسن وبالمتون الوشم وحمرة اللي بادي بعينا يا ثم على التراب على قبرها وجلس عنده أحملي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب صدي وضاقت بعين الوسيع ما ونادى يا رسول الله الوديع ردت ليك والمهل سريع فاطم فاطم علني في تصبري أبثك آلاما أخذنا بمخنقي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والأئمة الهداة بنيها اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله المؤسسون تقبل أعمالهم بأحسن القبول إلى أمواتهم وإلى أمواتكم جميعا وإلى أرواح العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات